بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو سنتعرف عن أنواع الكحولات أو أصناف الكحولات. إذا بالنسبة للكحولات تصنف إلى 3 أصناف، وهي الكحولات الأولية والكحولات الثانوية والكحولات الثالثية. الكحول، بالنسبة للكحول الأولي، لا يرتبط الكربون الوظيفي إلا بذرة كربون واحدة على الأكثر. صيغته العامة هي RCH2OH، حيث الكربون الوظيفي يرتبط مع R لوجدر ألكيل، أي يرتبط مع ذرة كربون واحدة ويرتبط مع ذرتي هيدروجين. مثال، إذا هنا عندنا كحول أولي، لماذا؟ لأن الكربون الوظيفي السي مرتبط مع ذرة واحدة كربون أخرى ومع ذرتي هيدروجين، واسمه هو الإيثانول. مثال آخر كذلك، عندنا الكربون الوظيفي واد السيادة مرتبط مع ذرة واحدة للكربون وذرتي للهيدروجين، يسمى بالبروبان واحد أول. بالنسبة للكحول الثانوي، يرتبط الكربون الوظيفي بذرتي كربون، صيغته العامة هي، إذن عندنا الكربون الوظيفي باللون الأحمر مرتبط مع ذرتي كربون أخرى R1، ثم مع ذرة كربون أخرى هي R2، ومرتبط مع ذرة واحدة من الهيدروجين. هذا يسمى بكحول ثانوي، يسمى بكحول ثانوي. إذا المثال، عندنا المثال هنا، عندنا الكربون الوظيفي هو هذا السيادة مرتبط مع كربون أول وهذا، ثم مع الكربون الثاني اللي هو هذا، وبالتالي هذا الكربون الوظيفي مرتبط مع ذرتي كربون وذرة واحدة من الهيدروجين، ويسمى بكحول ثانوي. إذا تسمية هذا الكحول، إذا لتسمية الكحول دائما نختار السلسلة الرئيسية، السلسلة الرئيسية تكون هي هذه، ثم نرقم السلسلة الرئيسية بحيث يأخذ الكربون الوظيفي أصغر رقم ممكن. عندنا 1 2 3 4، إذا رقم الجدر الألكيلي هو 3. إذن عندنا 3-methyl-butan-2-ol. بالنسبة للكحول الثالثي، يرتبط الكربون الوظيفي بثلاثة ذرات كربون، صيغته العامة هي، يعني عندنا هنا سي مرتبط مع كربون واحد، ثم كربون اثنان، ثم كربون ثلاثة، وغير مرتبط مع أي ذرة هيدروجين. هذا يسمى بكحول ثالثي، بكحول ثالثي. المثال، عندنا هنا السي باللون الأحمر مرتبطة مع كربون واحد، كربون ثاني، ثم الكربون الثاني، وغير مرتبطة مع أي ذرة هيدروجين، ومرتبطة كذلك مع ذرة الأكسجين، هذه بالضرورة. إذا تسمية ديال هاد الكحول، عندنا 1 2 3، دائما نختار السلسلة الرئيسية وهي أطول سلسلة، وكذلك هضم أكبر عدد ممكن من ذرات الكربون، ومع وأكثر عدد ممكن كذلك من الفروع أو الجذور الألكيلية. إذا تكون هي هذه بالنسبة للترقيم، سواء رقمنا من الأسفل أو من الأعلى، نحصل دائما على الرقم 2 أو على نفس الاسم. إذا عندنا هنا 2-methyl-propan-2-ol. إذا نكتفي بهذا القدر، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.